وبنعود إلى موضوع المراهقين والتعامل معهم بعد ما ناقشناه مع الدكتورة لمياء زبيدي. أما ضيفنا الآن راح يكون الدكتور زهير بن حسن خشيم كالمعتاد ضيفنا واختصاص العلاج بالتنويم الإيحائي وتنمية العلاقات الأسرية. راح يحدثنا اليوم عن من يصنع المراهق وأسرار وخبايا إحنا ما نعرفه، يمكن أنتم أيضا مشاهدنا ما تعرفوها. صباح الخير دكتور زهير. صباح النور. أنا بحب وقت بقول الدكتور زهير بن حسن خشيم ضيفنا النصف شهري، النصف حضرتك معودنا بكل منتصف شهر ضيف عزيز. أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. مين هو المراهق؟ مين هو المراهق؟ الكلمة مراهق جاية من الفعل رهقة، شايف؟ هو الإنسان اللي إيش؟ الجاهل والعقل خفيف، تخيل؟ إذا مو مرتبط بعمر معين بصفات معينة يرتبط بعمر معين. لو تمكن تأخذ العمر من 12 إلى 20، شوف المرحلة هذه وانت تعاني فيها، من سن 12 إلى 20 هذا هو المراهق. بس اللي حابين نتكلم فيه عنه اليوم أنه نبغى نوجه الوالدين كيف يتعاملوا مع المراهق. المراهق مرحلة يعني ما نقدر نتعداها، شايف؟ بس نقدر نتعامل معها، هي موجودة موجودة. بس كيف نتعامل مع الطفل؟ ما له ذنب من 12 إلى 20، هذه مرحلة بينمو فيها تدريجيا، بينمو عقليا وجسميا وانفعاليا واجتماعيا. تخيل حتى هذه الأربع حتت هذه بينمو فيها من سن ال 12. ما هي فترة بلوغ، الناس بتلخبط بين البلوغ والمراهقة، تختلف. طيب نحن عالجنا الموضوع مع الدكتورة لمياء زبيدي بالنسبة للأهل كيف يتعاملوا. بدنا نعرف منك لو سمحت، هو المراهق شو الإحساس اللي بيشعروا بهذه الفترة حتى بيكون دائما رافض للأوامر؟ هو مشكلته أنه حاسس بصراع في داخله. والأسباب؟ من الأسباب عندي كذا سبب. مثلا تعالي مثلا خلينا نأخذ حكاية اللي إيش زي ما قلنا، هو عقله بينمو. طيب. فهو رافض حتى إيش يعني النصح، لانه هو بيشوف التلفزيون مثلا ويشوف الشباب ويشوف المحطات هذه ويبغى يساوي زيهم كشاب. يجي في البيت يقول لا عيب ما يصير. الله، هذا صراع ولا ما هو صراع؟ بدا جسمه يتكون جنسيا وينمو جنسيا، فبتقول له لا لازم انت تتزوج، هذا صراع اخر. بدا في البيت رافضينه، معتبرينه انه انسان مستهتر عديم المسؤوليه. بدا يحس يبغى يدور على استقلاليته مش لاقيها. البيت لهم دور كبير. 80% من اللي دخنوا في سن المراهقه، صح؟ شايف اللي هي مثلا تقول من بدايه الايش الاولى ثانوي او ثانيه ثانوي، على باله صار رجال، ومن مظاهر الرجل هو يدخن، يبغى يثبت رجولته. والاناث كمان بدخنوا بالمراهقه قليل جدا. لا البنات في مرحله متاخره، كلامك صحيح بس مرحله متاخره. بس الاولاد من اولى ثانوي من ثانيه ثانوي، شايف بيعملوا اللي هم الشله مع بعض، وإذا ما تدخن ما تمشي معانا. بالضبط. صح. وأنت طفل صغير يعني إيش ما تدخن، أنت خلاص كبرت وأمسك السيجارة معانا. شايف؟ يعني أنا أتذكر مرة من المرات جاء ابني سألني قال لي أنا متى أدخن؟ هو على باله أنه شيء عارف أنه إيه شيء لازم يمرق فيه. سألني السؤال هذا هو في ثانية ثانوي. قلت له بسيطة، لما تصرف على نفسك اشتري ودخن، تعال ندخن سوا. فارتاح. نفسيته ارتاحت أنا. أنا ماذا غطى عليه؟ قلت له لا، كيف الكلام هذا؟ أنت إيش بتقول؟ أنت ما بالطريقة هذه. فالمراهق بيمر بفترة صعيبة جدا يا جماعة. هي المشكلة في الأهل كيف بيتعاملوا معه. الأهل شوف الصراع اللي بيحصل، شافوا أبوه طول وجسمه تدور وكبر، فيقول له خش مع الرجاجيل صب القهوة. تلخبط في صبة القهوة أو جلس في المجلس وهو قاعد يلعب أو قاعد يتحرك كده، خليك رجال. هذه ضغوط نفسية، صراع. راح يلعب مع أصحابه الصغار اللي قده في السن، انت اكبر مننا ما تلعب معنا، هنا مرفوض وهنا مرفوض. هذا الصراع ضاع. في المدرسه بيتعامل مع المدرس يا مستهتر يا غير عديم المسؤوليه، والمدرسين والمدير والطلبه كلهم بيشجعوا بعض. لا تنسى انه كمان هو في عنده حركه زايده في نفس الوقت، طاقه اللي بنسميها الهايبر اكتف. برضه في المتوسط عنده طاقه، على الثانويه كان عنده طاقه. الصراع الثاني بدأت أنت تعلم السواقة وتقول له ما لك رخص إلا في 18، شايف؟ ليش تعلمني وتحسرني؟ لا خليك معايا، تشوقني وبعدين تقول لي لا. شوف التناقضات اللي بتحصل، تناقضات. ممكن أعمل تعمل دي بس لا قانونا، لا ممكن نعمل دي بس قانونا، لا نظاما، لا اجتماعيا، لا.
طيب هذا بدفعني الى امر وسامع انت بيقولوا انه هذا ما عش سن المراهقه عم بعيشها هلا بيكون صار 30 40 50 وعند الرجل اكثر من المراه مزبوط هذا مرتبط انه ما عش سن المراهقه فهو عم بعيشها بعمر ذكر لا استعجل هو شوف انت جبت سؤال جدا محترم في الخمسين في مجتمعنا العربي صار عمره 50 سنه وصار جد اول بنت جات وبنت فتزوجت فجابت له ولد فصار جد صاروا يقولوا لي يا ابو محمد يا ابو فيصل يا ابو مش عارف ايش هم كبروا بس هو حاسس نفسه انه شباب خلي بالك اذا رده فعل عكسيه بتكون بيروح بيتجوز يعني عارف يجي عند زوجته يقرب منها تقول له يا شيخ خلاص كبرنا على المواضيع كبرنا انت جد كبرنا على المواضيع وتعويض بس ما زال في عنده الطاقه ما زال في عنده الحيويه يبغى يروح في حرام يبغى يتزوج ما حرام على اخر السنه هذا كمان يتزوج صراع فهنا انت بتشوفه بيتصرف وبيتعامل مع الشباب اللي العشرين والثلاثين بيتعامل معهم كأنه واحد منهم وبيلبس بيهتم في شكله لانه حاسس انه هو لساته جوا الشباب لكن ويزعل اللي يقول له يا ابو محمد وانت جد لسه يحتاج احد يدلع خصوصا قدام الستات الحلوات بالضبط كده فمهنا هذا سميناه هو اخذ مجازا لفظا اخذ مجازا انه هذا مراهق شايف فهذه غلطة الزوجة كمان خلي بالك ما انتبهت الزوجة لازم في تواكب من الاثنين مع بعض طيب دكتور طبعا هو مراهق يمكن هو مسكين بيتعرض الى الارهاق وبيرهق الناس اللي حواليه نعم. لكن خلينا اذا تكلمنا على نطاق الهرمونات تغيير الهرمون اللي بيصير عند المراهق بنلاحظ انه هو اولا مزاجه بيكون ضيق كثير حلقه ضيق ما بيتقبل نصائح ما بيتقبل ان احد يقول له حتى لو هو من داخل من صميم ذاته بيعرف الشيء اللي قاعد يسويه خطا يتقبل من صاحبه ما بيتقبل مثلا من اهله صحيح. او الناس الكبار هل نقدر نشبه المرحله اللي بمر فيها المراهق نفس المرحلة اللي تمر فيها المرأة الحامل تغيير الهرمونات في بداية الحمل المرأة في الدورة الشهرية وتغيير الهرمونات اللي بتحصل لها نفس الشيء خلق ضيق ما بتتقبل أي شيء من أي أحد حواليها صحيح بس لا تنسي هي الفترة هي كلها كم بالنسبة للحامل 9 شهور بس هي مؤقتة يس وما لها بعدين أي خلفيات أخرى بعد ممكن كده. أحيانا بتتلخبط عندها الهرمونات بتاخذ دواء بتضبط لها هرمونات يجيها اكتئاب بعد الولادة إذا خصوصا إذا جات بنت فبيتضبط لكن احنا بنتكلم عن من 12 الى 20 اخر المراهقه 25 شوف الفتره هذه اللي هو بينمو فيها تدريجيا عقلانيا وجسميا وانفعالات حتى ما تعرف انت انفعالات وايش تصير شايف واجتماعيا ما حد فاهمني سمعتها كثير هذه اظنك ما حد فاهمني انا ما حد فاهمني صحيح انتم مش فاهميني انتم مش فاهمين قصدي انا مش فاهمين رغباتي مش فاهمين اسلوبي انتوا رجعيين وجيلكم غير جيلنا يقول لك انتوا مثلا يقول لك انتوا عائله غريبه كمان شايف عائله غريبه يعني خصوصا لما يكون كمان لا تنسى ايش اخر العنقود والابو كبير في السن ففي جاب فارق رهيب. كبير جاب رهيب وهذا مراهق تقول وباء في البيت مرض في البيت هذا هو المراهق مع انه المراهق لو انت جيت اخذته بالهداوه كذا شايف واي قرار ياخذه واتفقت مع جميل طيب ايش النتيجه حقته؟ ما بينفذ ولا شيء. هتلاقيه بالفعل هو بس يبغى يعمل حاجه، طب ايش قرارها؟ ايش نتيجتها؟ طب جرب الحكايه هذه ادرسها كويس وانا معاك فيها. بديت تعطي له مجال انه هو كمان يفكر وبعطيه مسؤوليه على قد مستواه، على قد امكانياته. يكون قدها. قدها. شايف؟ واحده واحده. نعم. لكن اعطاني تعال اقول له خش، انا قلت له تعال خش صب قهوه وانا ما علمته كيف يصب قهوه، وبعدين الومه. إذا أفصل المسؤولية وبعدين ألبسها له. بالضبط. شكرا لك دكتور، أهلا وسهلا فيك دكتور زهير بن حسن خشيم، دائما وجودك مميز معنا ونحن بانتظارك إن شاء الله بالإطلالة المقبلة، شكرا لك. إن شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا دكتور زهير. شكرا جزيلا.